تعالوا نتعلم هودي الأفعال مع البادئ أو الفاصل بي، أو بيقولوا له البريفكس بي اللي هو بي. بنبلش أول شيء بشرايبن. بشرايبن، was bedeutet beschreiben؟ Klasse، يعني يصف. يصف. Was bedeutet أو شو معنات besuchen؟ Perfekt، يزور. Was bedeutet bekommen؟ bekommen. Perfekt، يعني يحصل على. يحصل على. Was bedeutet besitzen؟ besitzen. anderes Wort vom Verb haben، يعني فعل تاني للفعل haben، يعني يملك. يملك. Was bedeutet beraten؟ beraten. إذا عرفتوا كل هول الكلمات اكتبوا بالتعليقات، وإذا عرفتوا معنات بغاتن كمان اكتبوا بالتعليقات. تشيس.